البحر الاحمر. والله بص، اصل البحر الاحمر ده فعلا انا ده رايي يعني من اجمل الاماكن اللي في الدنيا، ده بجد. وانا دايما اشجع البحر الاحمر اكتر من الساحل الشمالي بكتير. نفسي يا اخي تجربه البحر الاحمر دي تتعمل في الساحل، بس هنعمل ايه، ادينا بنحاول. اعاده فتح الصيد بقى، موسم الصيد في مياه البحر الاحمر، بس امتى؟ بعد ما اتحطت الضوابط الجديده. معانا على التليفون سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر. اهلا 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 يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي صحت حضرتك؟ معلش انا طولت، بس الاخوان واجعين لنا دماغنا. لا لا ابدا، عامل لنا دوشه العيال دي، مش عارف ليه. انا بكون انا بسعد بالكلام ده جدا يعني. يا رب يخليك يا استاذ، ده اكيد ده اكيد يا فندم. انتوا خط الدفاع الاول اصلا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، ده عشره عمر يعني. بقول لحضرتك بالنسبه لحظر الصيد، احنا كان عندنا حظر بيتم، ده فعلا حظر سنوي بيتم شهرين في السنه. ده للمحافظه على الذريعه بتاعت السمك يعني، وده بالنسبه للبحر الاحمر ده معتاد عليه. لكن احنا يمكن السنه دي كان الموسم امتد، او عمليه الحظر انا اسف، امتدت لمده 4 شهور. ده كان ناتج عن ان لو حضرتك تتذكر كان في حادث لسمكه القرش. أيوه. ده كان من حوالي فتره. صحيح. واحنا لما قعدنا بحثنا مع الناس المختصين هذا الموضوع، يمكن كان من الاسباب اللي اشاروا عليها عمليه الصيد الجائر. الصيد الجائر دوت بيستخدم فيه بعض الحاجات اللي هي بتاثر على حاجتين بقى يا استاذ يوسف، بتاثر على الذريعه بتاعت السمك الجديده اللي بتتولد، ثم بتاثر كمان او على الثروه السمكيه بصفه عامه اللي موجوده داخل البحر الاحمر، ثم بتاثر بعضها او بعض الاساليب والطرق على الشعب المرجانيه. فيمكن احنا حطينا بعض القواعد والشروط يعني، هلخصها حضرتك سريعا علشان وقت حضرتك. لا يا فندم بالعكس، احنا بالنسبه للصيد المهني اللي هو ده يعني حظر استخدام الشباك بنستخدمها على الحيود المرجانيه، ولكن بيصرح بها فقط في بعض المواسم اللي هي موسم صيد السمك البربوني في مناطق محدده، وكذلك برضو في شباك اسمها شباك الغاب بتستخدم لصيد اسماك البوري، فده يمكن بنحظره الا في المواسم اللي انا اشرت اليها. وبرضو حظر صيد مراكب الجر اللي هي اللي بنسميها الترولينج في كافه مناطق البحر الاحمر. ممنوع تماما الجر ممنوع. في برضو صيد اسمه السخاوي والشركان، ده انواع معينه من الصيد دي منعناها تماما. برضو الصيد بالهاربون او الضرب بالهاربون ده من الحاجات اللي محظوره تماما. احنا ايضا مش هنصدر تراخيص صيد جديده للافراد والانشاط، يعني يكتفى بالحجم اللي موجود عندنا، وحجم الحقيقه الاسطول اللي موجود للصيد اللي هو المهني حجم كافي وكويس جدا. احنا مش يعني خلال المرحله دي على الاقل مش هنصدر جديد. طيب ده كويس خالص. بالنسبه لصيد الهواه الترفيهي، وده يمكن كان ناس كتير بقى يعني بتيجي عندنا طبعا، واحنا عندنا سياحه لهذا الموضوع. طبعا. فاحنا لكن حطينا له برضه بعض المحاذير الحقيقه، لان في بعض الناس ما بتلتزمش. فبالنسبه لانشاط الركوب اللي هي الركوب بالاجر العامله في الغرض دوت، اللي هي عامله في غرض السنوركلينج اساسا، او يحظر عليها بقى، هي يعني بتشيل سياح وبتعمل سنوركلينج كلام زي كده، يحظر عليها العمل في انشطه الصيد. بالنسبه لمراكب النزهه الكبيره اللي بيتعدى طولها 15 متر ولها ريس ولها قبطان وطاقم بحري، ده احنا بنديله تصريح صيد فقط لمده لا تزيد عن 3 ليالي 4 ايام. انه مده بقائه في الميه هي الـ3 ليالي. يعني طبعا كان بيقعد اسبوع، وده انا بقول لحضرتك بيأثر شويه على الكميات. احنا بنحاول ان احنا يعني زي ما بيقولوا تو كومبرومايز موضوع الكميات شويه. برضو احنا بالنسبه للمراكب الصغيره اللي هي ما لهاش بيبقى قبطان او طقم، يعني بتبقى اصغر من 15 متر، دي بنخليها ليله واحده فقط لمده يومين. كويس. حددنا كميات الصيد لاي نوع لمراكب النزهه، لا تزيد الكميه عن 5 كيلو بالنسبه للفرد الواحد في اليوم، حد اقصى 30 كيلو جرام للمركب الواحد طول مده الرحله. حضرتك هتقول لي ازاي هتتابع الموضوع ده؟ احنا بنتابعه طبعا بالتنسيق مع القوات المسلحه وحرس الحدود، وطبعا عندنا ايضا البيئه ايضا بتساهم بهذا الموضوع. فالمركب بتتشاف وهي داخله، وبتبقى طبعا بتتراجع وهي يعني خارجه بالمعدات اللي عليها والكلام ده.
بس يعني هو ده يمكن. طب سيادة اللي وانا اشوف انه بره كانوا بيعملوا حاجه لطيفه جدا، على ذكر بقى اخر نقطه حضرتك ذكرتها دي على فكره مساله المتابعه، المركب وهي داخله على المراين بيتم التفتيش عليها علشان نشوف احجام السمك، انا بعرف عمره من حجمه، فاللي بيحصل انه لو انا لقيت انه المركب داخله باحجام سمك صغيره من اللي انا اصلا مش عايز يتم اصطيادها وعاوز اسيبها تاخد دوره اعمار وتزاوج وتفريخ فيما بعد ذلك، فبقول ممنوع الصيد في ده، هل احنا هنعمل ده عندنا او بالفعل بنعمله انه لو انا اكتشفت ان حد بيصطاد سمك صغير اوقع عليه عقوبه؟ احنا شغالين على البروسيس ده، يعني احنا بس حطينا دول مبدئيا. هو حضرتك خلي بالك في شبكه اسمها شبكه الشنشول اللي حضرتك بتتكلم، بس بالشبك بالتحديد اللي بيحصل فيه الموضوع ده، وساعات على السناره برضو، والسناره احيانا ولكن الصيد بالشبكه هو اللي بتبقى شبكه لها حجم معين. أيوه. المفروض الشبكه ديت لو ضاقت عن هذا الحجم فبتاخد معاها الذريعه الصغيره او الاحجام الصغيره. المفروض احنا بصدد ايضا، يعني احنا مش عاوزين بس نضايق قوي الموضوع دلوقتي، يعني احنا فتحنا لان فعلا كان في ضغوط، ويعني الناس كانت بتطالب بكده، ويعني انا يعني اكتر من حد تواصل معانا سواء يعني هواة الصيد، واحنا بنتعامل على لنا مسابقات صيد والكلام دوت. أيوه. في ان احنا نفتح ونحط بعض القواعد المبدئيه. ده مش هيكون اخر حاجه، يعني ده مش هيكون اخر حاجه، احنا بالمراجعه او بالمشاهده خلال مثلا شهر او شهرين تانيين هنبتدي نراجع نفسنا تاني، بنعمل اجتماعات تاني، بنقعد مع البيئه وبنقعد مع المختصين عندنا، وبنجيب نفس الصيادين برضو المتخصصين، وبنجيب ناس وبنقعد معاهم ونتناقش في هذا الموضوع. فممكن ان احنا برضو نطور هذه الاجراءات الى اجراءات اضافيه. طيب اخيرا بقى، انا ما بعرفش اصطاد بصراحه بس انا مهتم بالفكره يعني من زمان. أيوة جدا. أيوة. اتابع. أيوة. انا مشاهد جيد. طبعا. يعني طبعا. أيوة. فانا عارف انه مثلا في سنغافوره كانوا بيعملوا ايه بقى، دول شطار قوي، بيعملوا عمليه اعاده استزراع علشان اعاده الاستثمار في الثوره السمكيه او المخزون السمكي، وحتى طبعا ادرى مني يعني هي جزر. فبيعمل ايه بقى، بيلقي يعني بيعمل اعاده استثمار لانواع من السمك، وبعدين بتبقى جوه زي في بحيرات صغيرة بس شبه مفتوحة يعني مش مزارع مغلقة، وبعدين يبدأ ياخد الزريعة دي ويعيد إلقائها مرة تانية في المياه المفتوحة بحيث أنه يزود المخزون السمكي اللي عنده. هل هنقدر نعمل ده عندنا برضو ولا لأ؟ عملنا ديت فعلا المشروع دوت بنشتغل عليه واشتغلنا فيه، وبدأنا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني خلال المرحلة اللي جاية يبدأ يشتغل. احنا عاملينه على الاستزراع الجمبري. حلو. وعاملينه في الشلاتين. حلو قوي قوي. والحقيقه يمكن ان هم خدوا على مساحه مش بطاله، يمكن خدوا حوالي يعني 500 فدان بيشتغل عليهم في الموضوع دوت. شغالين عليهم موضوع، هم محددين بالتحديد استزراع جمبري، ولكن اللي حضرتك بتتكلم عليه ده وارد جدا ان هو يتم برضه ان احنا نشتغل على هذه الفكره، ولكن اللي انا فهمته من المختصين اللي انا قعدت معاهم ان له اماكن وله تيارات في البحر معينه. وله ظروف مناخيه معينه. صح. لازم يشتغل عليه. فالجماعه اللي جم بيشتغلوا على هذا الموضوع الحقيقه يعني محققين يعني نجاحات لغايه دلوقتي كويسه. يا مسهل الحال، نشتغل بقى كده على البربوني والناجل والتونه. يعني نشتغل شويه كده هتبقى حاجه كويسه عشان نعرف ناكل كويس. ايوه. اشكرك جدا. اشكرك جدا سياده اللواء، ربنا يخليك كل الشكر سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر.